ونقيب الموسيقيين هاني شاكر أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والملاهي بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات لأن أغانيهم لا تليق باسم مصر. القرار جاء بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، والذي تم بثه تلفزيونيا على الهواء مباشرة وتضمن كلمات غير لائقة. النقيب بيقول ان انتوا افسدتوا الذوق العام، وحقيقي في ناس ممكن تخرب بيتها. السبب حسب منظور النقابة هو الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي ترسخ لعادات وإيحاءات جنسية بكلماتها، وأصبح مغنو هذه النوعية حسب تعبيرهم الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي. هاني شاكر أوضح أن الصوت مهم، ولكن الأهم الالتزام باختيار الكلمات التي لا تحض على الرذيلة. سكران مش شايف أنا ولاعة، حد يجيب الولاعة واشرب خمر وحشيش. لكن عمر كمال صاحب أغنية بنت الجيران وجه رسالة له عبر وسائل إعلام مصرية بعد إصداره القرار، وقال له: يعني احنا كلنا وقت خلاص في بيوتنا، طب قولنا نعمل ايه؟ كما اكد هاني شاكر ان القرار سيتم تطبيقه ايضا على محمد رمضان. محمد رمضان مش بس بيغني في مصر، وبيغني غصب عن عين النقابة وعن عين اي حد. ومحمد رمضان في أزمة حقيقية، رغم أنه يبين العكس، فهو حذف الإعلان عن حفلتها التي أقيمت الخميس الماضي بعد عدم مشاركته فيها، ونشر صورة جديدة له وقال أنه ما يتعرض له ممنهج، خصوصا في مشكلته مع الطيار الذي تم إيقافه مدى الحياة، وكتب أن الظلم لا ينتصر أبدا. ومحمد هنيدي طبعا تعليقاته حول منع مطربي المهرجانات من الغناء كانت أغلبها ساخرة من أدواره في أفلامه.